اهلا بيكم اصدقائي طلاب السادس الاعدادي الفرع الاحيائي دفعه 2023 بالفيديو الاخير اللي راح نشوف بيه بعض واللي راح تدخلون بيه القناه حتى تشوفوا محاضراتي، والفيديو ايضا الاخير اللي اني راح استمتع بوجودكم معي بالقناه، لان هذه الحلقه هي الحلقه الاخيره وهي حلقه لمراجعه الاسقاطات، اي للتعرف على طريقه فريده جدا للتعامل مع فرع الاسقاطات، فرع الخيارات، وايضا فرع التوصيلات. جايب اني اليوم فرعين من اسئله 2023 للتطبيق والادبي، وايضا جايب الفرعين الخاصه باسئله 2022 اي بدفعه 2022، كانت فرعها كانت صعبه جدا، راح نتعامل وياها ونشوف كيف نحل هكذا اسئله، وان شاء الله تكون طريقتها جدا فعاله وجدا مضمونه. طيب اني عندي فد رجاء من عندكم انه انت وانتي ما عليكم بالجمل اللي جايتكم كجمل لازم تبنون فراغاتها. اني اريدك تنتبه على الكلمات اللي انت تعرفها، المعاني اللي انتم حافظينها بين المعلومات، وتجون تقولون البلومر هذا انا اعرفه، شو اشتغل؟ انابيب الماء. إذا أكتب هنا pipes، هذا راح يسهل لي هواي أمور. الباجيج هاي الأمتعة تحتوي شنو؟ يعني bags، حقائب. الفاليد فعال، منو احنا تعاملنا وياه فعال واكسبايرد، فعال غير فعال، منتهي الصلاحية؟ الكارد، أحسنتم. الكارد مال البنك يكون أما valid صالح او اكسبايرد منتهي الصلاحيه. اللوير المحامي اللي يعطي الناس ادفايس عن القانون، اللو المحامي يعمل بالقانون. الكرايم شغل البوليس، مو صحيح؟ البوليس شو يسوي؟ البوليس يلزم الكرايم يسوي عليه انفستيجيشن، يسوي هذا موضوع التحقيق ويتحقق من الموضوع. السور هاي مشكله تصيب من اكثر شيء تصيب الثروت، ايضا تصيب اللبس شفاء، وتصيب العيون الايز، وتصيب السكين والسون. هذه هسه انا صار عندي المفردات والها ومفردات لها علاقه بها. مو سهل انه البلمر يشتغل بالانابيب مال الماء. الباجج هي الباكس الحقائب، والفاليد هي اما كارد، وهذا هو اما الكارد فاليد او اكسبايرد. اللوير المحامي يشتغل بالقانون، باللو. الكرايم يلزمها البوليس، شغل البوليس يتحقق من الكرايم ويعرف المجرم. السور قلنا في مشكله تصيب البلعوم ثروت. اجي هسه مباشره، اجي هنا I'm afraid you card card. اذا يا كلمه راح تفيدني valid، كارد مالتك مو صالح anymore no longer valid. I don't feel well I got a throat. الثروت شو يصير بي؟ سور يصير ملتهب وسو اون. We didn't have much just two bags. حقائب يعني شنو؟ يعني باجج. طيب الجاك انستولز ووتر بايبس. اذا هو شنو؟ بلمر. The police is investigating. الشرطة تحقق بشنو؟ بالكرايم. مو البوليس هنا علاقته فقط بالجرائم وتقديم الحلول للجرائم واعتقال المجرمين. اوكي كيتش الحين سؤال اسقاطات، ولو انه هو هذا سهل راح نشوف سؤال اصعب منه اللي كان جاي للاحياء من السنه السابقه. البي هنا انا ايش اعتمد؟ اعتمد ايضا على كلمه military فور اكزامبل بهذا المثال. ايضا اعتمد على بين اقواس، انا عندي كلمات اعرفهم، يعني انا ما اعرف الكريمنال، ما ادري بالكريمنال شغله ويا الميلتري، انا ادري الكريمنال المجرم شغله ويا البوليس، فمن عندي هنا الميلتري العسكر عكسها المدني، فاذا عرفت العسكر حصل على عمل مدني. الكريمنال قلنا مرتبط بالبوليس، الميلتري ما له علاقه بالكريمنال بالمجرم. تمام؟ فبالنقطه الثانيه اي كان تيك لو ميك، تيك اخذ، ميك اجري، ويذدرو سحب. اذا اجري السحب لو اخذ سحب، عرفتوها اكيد. ميك ويذدرو زين. وي considerably thoroughly enjoyed، انا ما اعرف considerably، ما شايفها السنه كلها ما فاتت علي ايش كلمه، بس thoroughly كلمتي هاي اعرفها،
بالصدق enjoyed حقيقة استمتعنا بالentertainment بالترفيه والكذا. Some accounts, the accounts كلف لو تدفع فائدة أكيد تدفع فائدة. Cost فائدة لا ما فيش cost. لما أطلب كارد يكلفني cost me some money. بس هنا the accounts تدفع interest. ليش interest هي فائدة؟ Okay. My father opened a mail. فتح أجرة أو عمله. Opened له أجرة account. طبعاً فتح account. فتح هي account. زين. In the military, بالجيش. أيضاً نرجع للجيش. Take test to become an officer or official. أنا مش عارف كلمة official بهذا المنهج كله. الشخص المسؤول ما أدري عنه ما قارئها يعني بالملك بس officer أعرفه مباشرة ما الأوفيسر وبالفعل بالجيش لما تعمل اختبار تيست ممكن تصبح أوفيسر بالضبط هكذا أتعامل مع هذه النقاط والسينسز. نجي على هذه المعضلة مع 2020 بالسنة السابقة خلينا نبسطها نفس القصة. الأيلاندرز هم سكان الأيلاندز اللي هي الجزر ويشتهرون بكرمهم تمام؟ يقدمون لما نروح يدعونا باعتبارنا غربة نجيهم من مكان آخر هم عايشين بجزيرة فيدعونا إلى مثلا التي يقدمونا نقول أنا يقدمونا التي الأيلاندرز احنا زرناهم فتنا على جزرهم راح يرحبون بينا ويعرضون علينا ان نتفضل عندهم نشرب شيء ناكل شيء. فالايلاندرز مرتبطه بتقديم الشاي تي. الايلاندرز الادفرت اعلان وين القى الاعلاماني؟ القى على النوتس بورد يعني على لوحه الاعلانات. النوتس بورد للاعلانات الادفرت اعلان القاه بالنوتس بورد اللي هي لوحة الإعلان. Successful أنا أقول hard work العمل الاجتهاد ينطيني نجاح وش كلام؟ Course fees رسوم الكورس أجور الكورس شو أسوي بيها؟ pay أدفعها. تذكرون محاضرتنا ب يونت الفلوس قلنا اني ادفع 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 ومن ضمن الامور اللي ادفع ادفع لي اجور الكورس الكورس فيز. السوت يناسبك شيء يناسبك شنو مثلا خلي ارطب الاكومديشن سوري الاكومديشن يعني الاقامه تمام اكومديشن اقامه. البرجلر هذا الحرامي شو يسوي حرامي؟ يختل يعمل له عمله لو عمل له عمله دائما يلقى هايدينغ فهايد يختبئ. البرجلر قلنا هو الحرامي. هسه انا اجيت لقيت بالكلمات المعاني اللي انا اعرفها علاقه ويا بعض الكلمات الاخرى واجي اقول يو ار بيد ايش تدفع؟ كورس فيز خلاص الموضوع زين. Several invited us دعونا to their homes لبيوتهم mint tea حتى يعطونا شاي. من هم هذول؟ Islanders هذا هم هذول الناس اللي كانوا جزر يدعونا حتى نشرب شاي. Islanders طبعا ليس لحالتكم كابتن لتر لازم نكتب اي عادي. Islanders We offer choice of accommodation احنا نقدم إقامة to your needs. الإقامة شنو؟ اللي تناسبك أو تناسب احتياجاتك. Suit your needs. A can hide يختبئ خلف التريز الأشجار والبوشز الأغصان وهو من اللي يختبئ إنه من الخاتل البرجلر. البرجلر هو اللي يختل. Look at the notice board لوحة الإعلانات ايش فيها؟ اكو advert. بهالبساطة يا أعزائي بهالبساطة يا أحبائي أمور جدا ما تسوى أنه تسترسون نفسكم وتقلقون هواية. Just do what you have to do سوي اللي عليك والأمور كلها تنحل. كل الأمور تصير الخبر كان تعبتوا وصلتوا لهذه المرحلة. Just do what you have to do بس سوي اللي عليك راهي. دور نفسك اقرا زين نام زين
روح الامتحان، نزل اللي بدماغك اللي تعرفه والأمور كلها تصير طيبة. نجي على هذا فرع B. If you send the letter today, رسالة ترسلها اليوم، اليوم يعني عشر أيام، لا ترسلها اليوم، شو وقت يستلموها؟ هم يستلموها فد بيوم، بيوم من الأيام، يوم من أيام الأسبوع. Languages لا، classes لا، twice شنو مرتين، شو عليه؟ booked حجزت مع about بخصوص Monday. شوف today وMonday هذني شغلتين من ترهمات، إذا أخلي هنا F هو الخيار الصحيح. We couldn't get a room. الغرفة ما حصلنا غرفة لأنه شو يحتاج للغرفة؟ يحتاج لها حجز booking. Booking booked هنا معناها نحجز، حجزت أحجز. وهنا أنا عندي كلمة booked بعض بال هذا البارت D وعليها أقول إذن أكو روم لازم أكو booking. Booked ما حجزنا ما حصلنا. زين I could have been a good tour guide. دليل سياحي، شو يحتاج دليل سياحي حتى يكون جيد بعمله؟ يحتاج للانجوجز، مو يحتاج للغات حتى يكون دليل سياحي جيد. وهذه هي اللانجوجز، لو انا اتحدث هواي لانجوجز كان صار دليل سياحي ممتاز. اذا اي هي النصف المناسب لهذا البارت. I didn't go، ما رحت للزبير، لخور الزبير. اذا ما رحت يعني انا غير رايح لهذا المكان مش شايفه، فشكو اروح لمره ثانيه. زين اذا انا رايح لاكثر من مره فاجي اقول هو ما راح لان هو رايح، وهنا شنو اللي هو رايح؟ يعني been to. زين رايح لمرتين الفور الزبر، ايش عنده يروح بعد مره ثانيه؟ ماكو شيء بعد. twice because I had already been there twice. شوف هاي twice مرتين، ما رحت لان رايح مرتين. twice نلقاها بالبارت C. أما number 5 when I read the catalog. الكتالوج شطني يعطيني معلومات شباب، كتالوج افتحه يعطيني معلومات مثل البروشور، مثل يعني خلينا نقول الليفلت او هيجي شيء، يعطيني انفورميشن، يعطيني مثلا اوقات الدروس، يعطيني مثلا موعد بدايه الدروس وسون، والدروس هي كلاسز. فبالكتالوج القى معلومات عن الكلاسز، والكلاسز هنا موجوده بالفرع بي. So that classes الدروس بدأت في جون. إذا شوف هاي معلومات أنا حصلتها من الكتالوج عن من عن كلاسز، فهذا هو شوفوا عين هذا هو البي. طبعاً أنا أقدر أقول هاي موجود بها I إذا أريد فعل وتكملة، ولكن أنا اعتمدت على الماتش بين المفردات كلمتين لهم علاقة ببعض وسوهم. الانكواير استفسر مفردة لطيفة جديدة. I'm writing that to collect inquire حتى استفسر. inquire متصلة مرتبطة بالكلمة about. فهنا أنا أشوف وين أكو about. inquire about. inquire about هو هذا عن الـ ATM card، عن مالتي الكارد اللي طلبته وهو الـ letter E. وبهذا أعزائي قدرنا بدقائق معدودات نراجع الفروع الصعبة والفروع السهلة وفروع الماتشين وفروع الإسقاطات وفروع الخيارات في هذه الحلقة القصيرة. تعلمنا طريقة جديدة، هذه الطريقة والطريقة الأخرى والطريقة للماتشين ممكن أن تنطيك 20 درجة بالامتحان الوزاري. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا ربي، وشوفكم بأحسن الكليات. Thank you very much. See you maybe in another video.